خلينا نقول ايه ترتيبات المرحله اللي جايه مبدئيا؟ المرحله اللي جايه طبعا يعني انت مش هتنفصل عن العالم بالتاكيد، لكن في نفس الوقت بتبقى دايما بتحضر لاساس ان انت ممكن ترجع بكره واخد الاحتياطات واخد الاجراءات طبعا محمل الجد، ومش لينا بس مش كقطاع رياضي، انا بتكلم في مصر كلها، لان انت شايف الدنيا ماشيه حواليك ازاي. من اكبر دول العالم الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس وكل حاجه، لكن الخطر مش بعيد عنك، فلازم انت كمان تبقى بتشتغل بيه او بتفكر فيه باطار جدي جدا. لكن احنا كمان مطالبين ان احنا ان شاء الرحمن متفائلين جدا، في اي وقت ممكن يبقى في اجراء جديد او سريع يبقى انت محضر له، ما تبداش من نقطه الصفر يعني. بنتابع الناس، بنعمل اعداد تحضيريه انا والراجل، بنعمل حاجات خاصه بالامور المستقبليه، حاجات خاصه حتى بالموسم اللي جاي، كل ده لازم تتناقش معاه وتتكلم فيه وتحضر له عشان ما تبقاش بادئ ابدا من نقطه الصفر يعني. كابتن سيد، يعني اكثر تحديدا العالم كله بيقول ان دلوقتي المدربين بداوا يدوا اللعيبه برامج فرديه ينفذوها في بيوتهم في اطار المسموح، وبعض الانديه بدات تفكر انها تعمل يعني تدريب بعدد محدود في مجاميع محدوده. هو احنا في اي مرحله من المراحل دي؟ احنا من اول من يوم 16/3 ده كانت اخر تدريبه بالنسبه لنا، بعتنا تدريبات وبعتنا برامج لكل اللعيبه، كل ما بتخلص بيبقى في استحداث لبرامج ثانيه، بنبعت حتى لو انت بشكل فردي صور وانت بتتمرن بتتعرض على الراجل، بتفكر كمان نعمل يعني زي ما يكون حاجه مباشره كده معانا مع الراجل واللعيبه ان شاء الله الرحمن كلنا بنشوف بعض في نفس التوقيت يعني. ده اللي انت تقدر تعمله دلوقتي، البرامج التدريبيه منزليه بشكل فردي ومتابعه كمان حتى في الاوزان والكلام ده، لان انت برضه زي ما قلت لك وارد جدا تشرح يعني كل لعيب دلوقتي بيطبق حاجه بيتابع وزنه وبيتابع تنفيذه للبرامج من خلال اليات التواصل. طبعا بس مش بنسبه 100% يعني، عشان برضه تبقى انت واقعي في الكلام يعني، واقعي جدا في الكلام، مش بنسبه 100%، لكن بتحاول ان انت تبقى بتطلع من الازمه اللي انت فيها دي باقل الخسائر، باقل الخسائر، متابعه بشكل مستمر، تدريبات وبرامج يحطها الراجل مع مساعدينه وبيبعتها لي، فببعتها للعيبه بشكل كامل يعني ان شاء الله. طيب دلوقتي اوضاع المعارين يا كابتن، هل الخواجه مستقر؟ كم ممكن يرجع منهم ومين ولا لسه؟ اتكلمنا طبعا، اتكلمنا مع بعض، في ناس هو خلاص يعني مدي اتجاه ايجابي جدا جدا في رجوعهم، اوكي، وفي ناس لا يعني بيقول لك انا لسه قدامي شويه، سيبني افكر شويه فيهم يعني، او اتابعهم مره ثانيه او اشوفهم بشكل اكتر شويه يعني، وده وضع طبيعي. والكره برضو زي ما هي فيها ثوابت، فيها متغيرات يا استاذ ابراهيم وانت عارف كده طبعا فيه. طبعا يعني ان شاء الله الرحمن مع رجوع المسابقه باذن الله يعني ما تبقاش تمر طويل عن كده، ان شاء الله الرحمن يبقى في تفاؤل للعالم اجمع وسلامه الناس الاهم وكل حاجه، لكن ان شاء الله الرحمن احنا جدا فمع رجوع المسابقه هيبقى فاضل فتره طويله جدا في المباريات، فممكن يحصل اي متغير جديد يخلي لك تعدل من تفكيرك او يغير من تفكيرك يعني. ربنا يحفظنا طبعا من الاصابات هنا وهناك، يعني ممكن اصابات عندنا اصابات في المعارين تغير الاوضاع، ممكن زي ما بيقول كابتن سيد المستوى الفني يحصل، لكن مؤكد ده بيقودنا وبيطمنا ان في عمل بيحدث، مش ضروري الناس تشوفه لكن هو بيحدث بشكل محدد بالنسبه للموسم. كابتن عادل العمل ده ممكن يبقى مجهود بتبذله او تدريبات بتعملها منزليه او ذهنيه على فكره او تضحيات، ما دي عمل برضه يعني. انت لما بتتجاوب او بتبقى الامور واضحه قدامك يعني في اللي احنا فيها لا تخفى على احد يعني، اللي احنا عايشين فيه ده لا يخفى على احد، في حته ان انت تبقى بتفكر حتى في حته المرتبات او العقود او الحاجات ده قرار لمجلس الاداره، ما دي برضه ده برضه ذهن وشغل يعني. انت بتتكلم مع نجيك دلوقتي او بتتكلم مع فرقتك ولا حاجه، ما هو ده برضه شغل يعني، انت بالنسبه لك انت بتتعاون وكل حاجه، لكن في النهايه انت موقن تماما ان دي حاجه مش بخل من النادي او تقصير من النادي، دي حاجه ازمه، والازمه دي ما تعرفش هتنتهي امتى، ان شاء الله الرحمن ما تطولش لكن قد تمتد، فلازم تكون انت محضر نفسك بشكل كبير جدا في التعامل معاها على المستوى اللعيبه، على المستوى الجهاز، على مستوى النادي كله يعني كلنا.